هو الذي يملك يا أستاذ خالد، إذا جاءه القرار من الدولة التي تستطيع أن تأمره وتنهاه لخليفة حفتر، إذا قالت له يلا يعطيك العافية على البيت، ماذا سيفعل؟ إذا 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 المجتمع الدولي كان جاد فعلاً في 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 تحجيم وتقزيم خليفة حفتر، فعلاً صار ذلك ليبيا ستصل لمرحلة توافق واستقرار. أما إذا كان ما نسمعه من كلام وما نسمعه من تهديد وتلويح بأنه من يهدد العملية السياسية والسلمية في ليبيا ومن يهدد السلام في ليبيا سيعاقب و و و و ونسمع التقارير التي تخرج من 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 لجنة العقوبات الدولية ولم ينفذ منها أي شيء، فسيستمر الصراع. إذا استمرت الدول المؤيدة لحفتر في دعمه بالسلاح وبالأموال من أجل أن يواصل حربه ستستمر الأزمة. كلام جميل. أستاذ بدر تفضل. يعني فيما يتعلق بالتجارب السابقة، بالفعل التجارب السابقة أثبتت فشل الاتفاقات المستعجلة والتي تأتي وفق ضغوط يعني وتوقع عليها من شخوص غير فاعلة في البلاد. يعني الآن عندما نراجع اتفاق الصخيرات لا يوجد فيها أطراف أو شخصيات فاعلة على الأرض، بل هي عبارة الآن عن الآن أستاذ بدر، هل تعتقد بأن الجهات الداعمة لخليفة حفتر يمكن أن تقول له انتهت مهمتك؟ هذه يمكن أن يتم الضغط لأنك على لأنك تتحدث على في تغريدتك عن فرصة ذهبية. يعني أنا يعني أرى يعني أتوقع أن هناك سيتم ضغط على كل الشخصيات الجدارية للخروج من المشهد، وبالتالي الفتح المجال للأمام الشعب للاختيار الحر على لشخصيات أخرى قد تكون ممثلة للأطراف السياسية لكنها ليست جدلية ولا يمكن أن ظهورها أن يؤثر على العملية الانتخابية. الآن شهدنا تعثر العملية الانتخابية لأسباب عدة، أهمها خروج ترشح سيف الإسلام وعبد الحميد بيبة وخليفة حفتر. بالتالي إذا تم نزع الفتيل أو سحب الشخصيات الجدلية من الواجهة، يمكن للشعب الليبي آنذاك الذهاب إلى انتخابات يختار فيها من يختار. شكرا أستاذ بدر شنيبة. شكرا.